إذا مكفيين مع كونوا كارمن زودياك. صباحكم بألف خير. صباح الخير رولا، اتصالاتكم مباشرة على الهواء ابتداء من هاللحظة. إذا في اتصال رولا باخذ اتصال وبقول لك بس اشتقنا لك، أول مرة أنا بلتقي فيكي على الهواء من بعد دبي، يعطيكي ألف عافية. بناخذ اتصال شيء. يا أهلا وسهلا. بونجور. بونجور، تفضلي. مدام كارمي؟ نعم. تفضلي. إلين سانيوس؟ تفضلي يا إلين. إلين. نعم. إلين عم تحكيك. سمعتك يا إلين، تفضلي. تاريخ الولادة. تاريخ الولادة 52. 52، لحظة خلينا نحط، نعم. والتاريخ أيمتى؟ 52. والتاريخ أيمتى؟ أي شهر؟ 20 الأول، 29 تشرين الأول. إيه يلا، 29 خلينا نحط. 29 تشرين الأول. أوكي. خلينا نشوف. يلا. بتعرفي شيء أي ساعة؟ أوكي. ثلاثة بعد نص ليل. ثلاثة بعد نص ليل، نعم. وين خلقانة؟ بلبنان؟ ساعة ثلاثة بعد نص ليل. يلا، أوكي. يلا، والسؤال؟ بالقبة. نعم، السؤال؟ مش عم تسمعني، إيه. السؤال؟ بدي أعرف عن وضعي الصحي والاقتصادي. أوكي، شكراً لاتصالك إلين. الاقتصادي والصحي. نعم، وصل مزبوط، أنا سمعتك مزبوط. خلونا نشوف إذا إلين شو أوضاع. عم تسأل مادياً، أوكي راحت الصورة لهونيك، منا مشكلة. بدها تعرف مادياً شو القصة، وبدها تعرف بشكل عام شو الموضوع. أوكي، أنا بالنسبة لإلي بس لحتى طمنك أول شيء لإلين، لحتى طمن إلين، أنا بقول لها بالنسبة لإلك يا إلين في أمور رح تمشي إلى افضل، الى الافضل في عندي، لكن القصه يمكن تاخذ بعض الاشهر. يعني بالنسبه لإلك انا بقول لك من هلا اذا اعطيتيني تاريخ صحيح، انا بقول لك انه هالموضوع الايجابي الحلو يلي انت ناطرتيه، يمكن ناطره رزقه، يمكن ناطره خبر، يمكن ناطره معاملات، يمكن ناطره ورقه تزبط، هيدي الامور رح بتروح معك لل 2017. النص الاول منها هو رح بكافئك. حتى اذا بدك اقول لك من هلا يا إلين، كل سنة 2017 هي السنة يلي رح تقلب عندك الأمور رأسا على عقب، على أساس ماشي هيك فجأة بتمشي بمسار مختلف الأمور وبطريقة كتير إيجابية، فما تعتلي هم. 2017 هي السنة يلي أنت بتقدري تتكلي عليها، لكن من هلأ لوقتها بديك تداري حالك صحيا، ماديا رح بيكون في مفاجآت كتير سارة، داري لحالك شوي صحيا وعائليا. ناخذ اتصال من جوسلين. الو. الو. يا اهلا. الو بونجور. بونجورين. اذا بتريدي مدام كارمن فيني اسال عن بنتي خلقانه ب 6 ايلول 1988. لحظه بس احط انا قدامي لانه عم بشتغل على غير بروجرام. 6 ايلول اي سنه؟ 88. 88 وحدة، لحظة سوري. الساعة 12:30 الظهر. ايه لحظة بس بليز خليكي معي. 88 أي ساعة؟ 12:30 الظهر. الظهر؟ اوكي. نعم. وشو السؤال؟ بدي اسأل عن إذا بتتجوز عن قريب، ما عندها حدا. ايه. وصحتها. اوكي. خليني احط هيدي. اوكي. وهي صحتها واذا في زواج. اذا في زواج. اوكي شكرا لاتصالك. خليني اشوف شو الاوضاع عندها. هي الفترة الحلوة اللي كانت عندها لما المشتري كان على برجها، برج العذراء عنده سنة كثير حلوة وكثير مميزة، حتى بعد في عندها مجالات كثير كبيرة لحتى تكمل بحياتها. إذا مرتبطة بحدا أو في حدا بحياتها، بعد القطار بعد ما قطع، يعني بعده القطار المتوقف عندها بمحطتها عندها، وبالتالي الفرص الحلوة بعدها موجودة. بتمنى يكون في شخص بحياتها. ليش؟ لأنه في عندي شهر أيار وحزيران، أيار وحزيران هني رح بيغيروا الأمور لإلها لصالحها، وبترجع في عندي 2017 كمان بتأكد لي أنه في تطورات كتير كبيرة. إذا ابتداء من أيار
ابتداء من ايار 2016 هلا بنتك بتدخل بمجال التطبيق والتنفيذ. بتمنى ما بتكون عم تضيع وقتها مع اشخاص ما بيستاهلوا او منهم جديين او منهم فعلا مسؤولين. ليش؟ لانه الفرصه الثمينه مقربه صوب القطار موجود، وخاصه قطار الزواج، ان كان بشهر ايار او بحزيران، من بعدها اذا ما صار شيء بيكملوا بينطلق القطار. موضوع الزواج يمكن يكون بعده موجود، اذا ما بتعرف حدا ما في حدا بدها تروح القصه تقريبا لل 2017. صحتها انا ملاقيتها هلا منيحه. ناخذ سمر، تفضلي. الو صباح الخير. يا اهلا وسهلا مدام كارمن. من 14 سالتك عن بنتي. نعم. مواليد هي 17/11. نعم. خلقاني ساعة واحدة و أي سنة؟ أي سنة؟ مواليد 93. لحظة خليني أقرب بس. 93، أي ساعة تفضلي؟ 1:45 الظهر. وحدة، أوكي خليكي معي. وكم دقيقة؟ 1:45. طيب خلينا نحط هيدي لحتى عجل. بعد الظهر. 1:45 بعد الظهر. 17/11 خلقاني. صح. سؤال، سألتك مرة أنا مهنيا وعاطفيا، قلت لي في 2016 أولا بتشتغل، بس هلا هي اشتغلت بس مثل المركز اللي هي بدراستها فيه، وبدي أسأل عاطفيا وعن مهنتها يعني بشكل عام يعني. هلا عم تشتغل هي؟ هي عم تشتغل إيه، بس طبعا مش بالدراسة اللي درستها لأنه ما في شغل. هي شو درست؟ هي عملت ماستر استماع عمل. خليني نشوف. انا ما فيني اقول لك باي شغل رح بتلاقي باي مجال، بس خليني نشوف. هي بتشتغل قالوا لها بده يمكن يرقوا يمكن لا. اوكي. بسمعك على التي في ولا على التليفون؟ على التي في. على التي في لحتى ما ننطرك، وشكرا لاتصالك. خليني اشوف انا شو اللي مبين عندي. هلا الحلو اذا عم نشتغل على الساعه اللي اعطيتيني اياها، انا بلاقي انه في بنتك عندها ترقيه. هيدا الخبر الحلو. ايه في ترقيه، بنتك دخلت بمجال الترقيه سنه 2016، مفروض تحمل لها الترقيه. بدي اياها تكون كثير انسانه راكزه وانسانه واعيه اللي عم بيصير، لانه ايه في بنتك الى الافضل. ليش؟ في عندي المشتري الموجود ببرج العذراء هلا موجود هون بالبيت السابع يلي هو بيت الشراكات، بيت الكونترايات، هيدي كمان حتى بيت الزواج. لكن هي بما انه هلا الموضوع حياتها موجه على موضوع الشغل، انا بقول لك انه بنتك موجوده ضمن فتره زمنيه كثير مهمه مهنيا وايضا حتى عاطفيا. ما تستغربي انه بنتك بخلال تقريبا سنه سنه ونص، سنه خاصه يكون في عندها كمان زواج. لكن بالنسبه للترقيه ايه، بنتك ما عادت بعيده، بنتك دخلت بزمن التقدم التطور المهني وايضا العاطفي. ما تعتلي هم، تركي الوقت كل شيء بوقته حلو، بنتك ما تعتلي همها، خليها هي تضلها ماشي على السكه الصحيحه، لانه ايه في ترقيه معها حق. ناخذ اتصال من ناتالي. الو بونجور. بونجورين يا اهلا، كيفك؟ الحمد لله، تفضلي. انا من مواليد 29. 29، نعم. اكتوبر. يلا خليني ارجع لاكتوبر. اي سنه؟ 91. وهي من قربة ومن مواليد جدة. 91، اوكي. اي ساعة؟ 11:06. صباحا؟ صباحا ايه. وست دقايق صباحا. بجدة؟ ايه بجدة. بجدة، خليني اشوف جدة. نعم تفضلي السؤال. بدي اعرف عن كل شيء تقريبا، شغل، متخرج جديد. نعم. وعن الارتباط اذا في ارتباط حيث. انت وين عايشة هلا؟ هلا عايشة بلبنان. نعم. ارتباط وشغل؟ شغل، وين بتشوفي لي احسن، بجدة ولا هون؟ عندك حدا بحياتك؟ لا. اوكي شكرا لاتصالك، خلينا نشوف الوضع شو قصته. هلا بالنسبه باي مطرح افضل، هيدي بدها وقت. على التي في ما راح فيني اعملها لانه بدي اخذ وقتين، يعني لإلك بجده ولإلك بلبنان او اي باي بلد اخر. بدها شغل على عده اماكن. بشتغل معي وقت اشتغل على المنطقه اللي خلقت فيها. بالنسبه لإلك انت عم تساليني اول شيء عاطفيا، عاطفيا بدي اروح على فينوس. فينوس هو كوكب الزواج، في حب بحياتك، في حب بحياتك، وحياتك منا مأخرة، بمعنى انه انت ما تزعلي، ما تفكري انه انت مأخرة على شيء، اصلا بعدك صغيرة، بس
صغيرة فلكيا. أحيانا في أشخاص بيعتبروا حاله أنه بهالعمر أنه عمرهم 25 مثلا أنهم أخرين فلكيا. وقتك كتير منيح، مع أنه أنا بقول لك يمكن حتى من 3 سنين مرقت بفترة أو بفرصة مرق قطار الزواج من 3 سنين ومن 2 سنين، بس بعده موجود قطار الزواج، بعده موجود. أنت الفترات الكبيرة بحياتك اللي رح تعمل التغيير الكبير النقل النوعية رح تاخد معك سنة. انت من الاشخاص لانه كل نجومك اكثريتهم موجودين ببرج العقرب، برج العقرب فرصته الذهبيه رح بتكون بعد سنه سنه ونص تقريبا. ناخذ اتصال جديد من ليلى. بونجور. بونجورين يا ليلى. بدي اسال بليز عن بنتي. ايه يلا. 3/8/3 خلينا نحط 3 برجع بحط 8 ل 2000. سوري سنة الألفين. سنة الألفين. يلا خلينا نقرب. 8:30 بكرة. يلا خلينا. بدي أسأل عن صحتها وعن دراستي وعن كل شيء. سنة الألف أي ساعة؟ 8:30. 8:30 صباحا؟ صباحا. 8:30 صباحا، يعني أنا بدي حطها بصراحة 7:30 لأنه مشان التوقيت الصيفي. أوكي؟ أوكي. هيدا التوقيت الصيفي هيك بنكون عم نشتغل مزبوط بالنسبة لبنتك. بنتك بعدها زغطورة بس. إيه صح. شو بدك تسألي لها عن بشكل عام؟ أكيد بشكل عام الصحة والدراسة. يلا أوكي. أوكي شكرا لاتصالك. خلينا نشوف البنوت شو أخبارها. طبعا بنتك من مواليد برج الأسد طالعة العذراء، لازم تعرفي هالشي لأنه أنا بعتقد أنه ولاد الأولاد يلي بينتموا لبرج العذراء عندهم طبع شوي مميز، بدهم معاملة شوي مميزة، مميزة بأي ناحية؟ إنه بدهم شوي اهتمام أكثر، بدهم أحيانا بدهم لطافة أكثر، أحيانا بدهم اهتمام ورعاية أكثر، أحيانا صحيا بدهم اهتمام أكثر. بالنسبة لبنتك أنت في عندها كوكبين موجودين بالبيت التاسع، يعني بنتك من الأشخاص اللي مفروض أو مكتوب عليهم يا أما السفر يا أما مكتوب لهم نوع من دراسات كتير عالية وكتير مهمة. بنتك من الأشخاص اللي ضروري يكملوا دراسات عليا وكبيرة وتكمل بدراساتها. الحلو اللي عند بنتك حاليا، الحلو عندها انه نجم يلي هو طبعا بنتك صغيرة، لكن نجمها رح بيكون بعد تقريبا حوالي الست سنين. يعني بنتك مفروض حياتها تبلش تتحرك بشكل كتير كتير كبير وبشكل كتير مهم، فيها تبلش شغل عبكير، فيها توصل لكونترايات كتير مهمة على بكير. وبنتك فيني قلك انه حتى بعد 9 سنين من هلأ، بعد 9 سنين من هلا معقوله بنتك يكون عندها سفره كثير كبيره، ومعقول يكون في عندها نقل كثير كبيره بحياتها. بس عصبيه شوي، هيدي شيء بقول لك. يلا معنا دقيقه وحده خلينا نشوف اذا فينا نلحق مع علي. تفضل يا علي. 27/12/91. يلا اسرع مني علي لحظه. 27/12/12 اي سنه؟ 91. الواحد هي لك يا علي؟ ايه لك. يلا اوكي. المفروض يعني بعد الظهر، ما بعرف اي ساعه بس المفروض هيك. طيب السؤال. عمل وعاطفي. عمل وعاطفي، باي مجال بتشتغل؟ انا مخرج هندسه جديد. اوكي شكرا يا علي. أوكي. خلينا نعطي علي الاخبار الحلوه، لانه اول شيء مبين عندي انه في اخبار كثير حلوه وساره. ما بعرف اذا علي مفكر يسافر، لانه في احتمال يا نقله بيت يا تغيير بحياته الخاصه، هيدي رح بتكون بالصيفيه قبل ما يوصل شهر اب وايلول. عندك في نقله نوعيه كثير كثير مهمه، وحتى لو وصلنا وقربنا شوي لصوب شهر اب اخر شهر اب، مفروض يكون تمت عندك الامور الحلوه. يلي بدي اياك تنتبه له بصراحه هو ميركوري. ميركوري هو كوكب الشغل، ميركوري كوكب الشغل يلي هو 12 موجود ب 12 ساجيتير. بدك تنتبه لهالموضوع لانه ما بعرف اذا عذبك شوي شهر كانون الثاني الشهر الماضي مهنيا وحتى نفسيا. بدك تنتبه لانه بشهر اكتوبر راجع لعندك موجه تعصيب او معقوله تنعكس سلبا على الموضوع المهني. ف كل شيء له علاقه بالانتر اكشن، بالكوميونيكيشن، بالسيارات، بالتنقلات، بالمواصلات وبشغل، بدك تنتبه له بشهر اكتوبر. هيدا كان اذا اخر اتصال لليوم. بدي اتمنى لكم نهار كثير حلو، كل نهار خميس انا معكم بالنسبه لزودياك واسئلتكم. عوده لك رولا.
يعطيك العافية كارمن، أكيد نرجع نشوفك نهار الخميس وأكثر، بيكونوا ناطرين لحتى يتواصلوا معك. هلا رح ننتقل على المطبخ مع شيف سليمان ورشيد ملاح. حمرنا الفيليه، شلناها، مدينا عجينة بكعب الصينية، وهيدي عجينة تانية. العجينة اللي حطيتها بالكعب أول شيء عجينة جاهزة ما تحضرت هلأ، هي عجينة البات بريزي، يعني العجينة اللي تستعمل لقالب التارت. بينما هالعجينة اللي حطيتها هلأ على الوجه هي عجينة الميلفوي، يعني عجينة الرقائق إذا بدكم، مع أنه نحنا منغلط ايام، يعني بنعطي التعبير لعجينه الرقائق من الا عجينه الرقائق. بينما هيدي العجينه اللي هي بات فيتي هي العجينه المضبوطه، وهي العجينه اللي بنستعملها للحلويات وللمواليح، هيدي العجينه الشهيره اللي بترفخ معنا وبيطلع لونها اشقر وبشهي، هي اللي حطيتها على الوجه للزينه. بينما اللي بالكعب استعملت عجينة تانية، عجينة الزبدة مع الطحين اللي عملتها معكم أنا وياكم مرة. رح كمل تلبيسة العجين. هيدي الفيليه حمرتها بالفرن، ستويتها استواء كامل، رجعت حطيت لها بقلبها، خليني فرجيكم، حطيت بريزولا مع نوع جبنة اسمه ميمولات مع البريزولا، وأكيد الخردل كان على قطع اللحمة. لبسناها العجينة. هلا دايما العجين بحاجة لشي لياخد لون. هيدي العجينة بتركيبتها الطبيعية ما فيها سكر، يعني البات فيتي أو عجينة الرقائق ما في بتركيبتها الطبيعية سكر، يعني لما انعملت أو لما أنا بعملها ما بنحط بالروسات سكر. بقى هاي العجينة ما بتاخد لون، كرمال هيك أنا رح ساعدها. كيف فيني ساعدها لأعطيها لون؟ برجع للمرجع الأساسي للبيض. صفار البيض لما ينمرغ على العجين بيعطيني لون أصفر مايل على الحمار، ولون رائع جدا جدا جدا. بس أكيد ما بدي أمزج مع صفار البيض شيء، يعني في أشخاص أيام بيحطوا مي أو زلال، هيدا الشيء مش مزبوط. فقط صفار البيض بينحط على العجينة، وفيني موحها تمويح بهالشكل هيدا كرمال اللون يطلع نص نص. يعني إذا بحط كتير صفار بيض بيطلع اللون تبعها أحمر غامق، بس إذا بحطه شوي شوي بيطلع شوي فاتح. هون محضر كمان شكل معين، عدة سيركلات من نفس العجينة، يعني مقطع كبير وأصغر وأصغر وأصغر، رح حطهم للديكور. وكمل المرغ تبع صفار البيض، بس إذا ملاحظين عم يعني التلبيس اللي عم لبسها بصفار البيض عم بتكون شوي 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 كرمال تطلع لونها. هلا لما تطلع من الفرن بفرجيكم الهدف اللي عم بعمل فيه هالشغله هاي. هلا النص تبعها اكيد بيطلع احمر مزبوط، بينما الاطراف بيطلعوا شقر مايلين على البياض، بياض بيضه لون ابيض مايل على الشقار شوي صغيره. بينما هول العجين اللي على الوجه لازم زيدوا شوي طيطلع احمر مزبوط. هالعجينة خلصت مثل العادة، الفرن تبعنا حرارته 180 درجة، أقل شيء بدها ربع ساعة كرمال تتأمر، وهيدا الشيء ما بيزيد على استواء العجينة. يعني هلا بقول لكم شو قصدي. الفيليه اللي موجودة جوات العجين ما بقى بيلحقها حرارة، يعني الحرارة اللي بدها تلحقها حرارة واطية ما بتساعد أبدا باستوائها. يعني الاستواء تبع هيدي اللحمه هو اللي ستويتها اياه اول شيء، وقت حطيت لها الخردل، حطيت لها المواد العطريه وحطيتها بالفرن. بدي ازعجكم شوي صغيره. ازعاج. طحنت الجزرات، حطيت لهم شويه كريمه، شافت زبده، شويه ملح مع بهار.
هلا في شغله بدي لكم عنها، اللحمه ما لازم تفرز مي بقلب الفرن، يعني وقت فوتت الفيليه اللي حتطلع على وجهها خردل مع المواد العطريه ما لازم تفرز مي، لانه اذا فرزت مي هي هالمي اللي فرزتها بتكون المي الطبيعيه تبعها، لازم المي تبعها يضل الجو تبعها يضل بقلبها لتضلها طريه وتجوسي. هالعباره دائما بنستعملها يعني مرقه. هلا انا وعم حمرها بقلب الفرن كنت مسخن شويه مي على النار مع المواد العطريه مع الخردل وضفتهم على الفيليه. خليني افرجيكم شغله صغيره. هون في عندي كل البصل والجزر والثوم والكرافس اللي كانوا مع الفيليه عم يتحمروا، وهيدول البذور اللي مبينين عندي هون هن الخردل. لما بطحن هالخضره هاي البصل والجزر والكرافس اول شيء بتعطيني سماكه لهالصلصه، وهلا بتشوفوا انه هالصلصه ما رح احط لها بقى لا طحين ولا نشا ولا رح اعمل لها شيء الا اني رح اغليها على النار لتعمل شويه تخثر وتعطيني النكهه الطيبه. مرق طيب اكيد لانه فيه غليان للمي مع المواد العطريه مع الخردل مع قطعه فيليه اللحمه اللي كانت موجوده بقلب الفرن. لما بتغلي المي مع الفيليه كميه مي كثير قليله بتمتص نكهه منها وبتمتص نكهه من الصينيه ومن الافرازات اللي بتكون افرازتهم الفيليه لتعطيني نكهه طيبه. كنت عم اقول انا وياكم ليش الفيليه بتاخذ وقت قليل لتستوي وليش طعمتها طيبه. اول شيء هي موجوده بظهر العجل، والعجل دائما بيكون ماشي على اجرين اثنين وايدتين اثنين، يعني بيكون ماشي بهالشكل، ظهره معرض لاشعه الشمس والفيليه موجوده بنص ظهره، وكل عجل فيه فيليتين، هالفيليه كرمال هيك سبب انه بتكون طريه. بس ليش في فيليه بمصدرها احلى من فيليه وفيليه اغلى ماديا من فيليه ثانيه؟ هذا الشيء بيعود ل نوعية العجل وبيعود للمرعى تبعها، يعني في عنا لحوم بتجي من مراعي خضرة فعلا تبقى نكهتها كتير طيبة. هيدا المزيج هون هو الصوص الطيبة اللي بدي أعطيها مع الفيليه. أوكي الهواء إليك. كفى مضطرين نقول كفى لأنه من وحي يعني الفقرة اللي من بعدها هلأ بعد البريك مع تاني اكيد بخلينا نحكي. رح نستقبل ضيفتنا منسقه اعلاميه بجمعيه كفا لتحكي اكثر عن المعتقدات الخاطئه يلي اللبناني بعده لهلا مقتنع فيها بما يخص العاملات الاجانب والعامله اللي بتشتغل يعني عندنا بالمنازل. فهيك نحن بنحب نقرر ونفتكر ونقول انه هيدا عندها حقوقها بهول القصص وهول ما عندها حقوقها بهول القصص حسب نحن شو بتناسب مصلحتنا. فاذا بعد البريك ما تروحوا لبعيد مع تانيا بخلينا نحكي.